كي عبد ربي محمد المومني من مواليد 1978 اقليم تاونات، حاصل على الاجازه في الحقوق، اجازه في الاجتماع، خريج المدرسه العليا للاساتذه بفاس، طبعا استاذ ديال الفلسفه، والان متفرغ لمهام رئيس جامعه سيد الطيبي. طبعا الجامعه الترابيه تدخل في مجموعه ديال المحطات ديال المخططات ديال التعمير، كاين ما يسمى بمخطط توجيه التهيئه العمرانيه، كاين مخططات التهيئه لي بي ا الجامعيه. هاد الجامعه الترابيه كتدخل في يعني كعنصر يعني اقتراحي استشاري وكذلك عضو يعني في اللجنه المقرره في يعني في الصاهره على هذه المخططات، سواء المخطط توجيه التهيئه العمرانيه كيكون عندك يشمل واحد مجموعه ديال الجامعات، ولا يعني المخطط التهيئه اللي يهم كل جامعه على حده او مركز حضاري على حده. طبعا هذا بالنسبه لي كممارس يعني في الشان العام المحلي، اعتقد بان مثل هذا القرار يعني قرار جري، قرار ممتاز، سيساهم لا محاله يعني في تنميه هذه العقارات كما يساهم في التنميه المحليه بشكل عام. ذلك ان جامعه سيد الطيبي متواجده في اغلبها باراضي سلالي، اراضي ديال الجموع، لذلك يعني احس بان بالعراقيل ديال التنميه في هذه الجامعه الترابيه هو مشكل اراضي الجموع، ذلك ان يعني بقاء الارض على حالها في كثير من الاحيان يصعب ماموريه التعامل ديال الجامعه الترابيه مع يعني افراد الجامعات السلاليه. لذلك من شان تمليك هذه الاراضي ان يعطي سندا قويا لهؤلاء الافراد، كما يعطي يعني صورة واضحة للجامعة الترابية مع من ستتعامل. يعني هذا سيعطي لا محالة قيمة للأراضي السلالية، كما سيوضح الرؤية بالنسبة لي يعني الجامعة أو السلطات العمومية بشكل عام مع من ستتعامل، وهذا من دون شك أنه سيفتح الباب للمستثمرين للاستثمار في هذه المنطقة، نظرا لوضوح الرؤية أمامهم، وليس كما يجري في غالب الأحيان حينما تكون جامعة سلالية يعني تملك فقط يعني حق الاستغلال وليس حق التصرف يعني كما هو شأنه الحال. طبعا مشاريع مستقبلية، كاين مشاريع عدة، كاين مشاريع ديال البنية التحتية، يعني جامعة سيد الطيبي تعريف واحد مشروع كبير ديال إعادة هيكلة مركز سيد الطيبي، وهذا المشروع هذا اللي انطلق عطى صاحب الجلالة الانطلاقة ديالو في 2005 وعاد زيارته في 2008. هذا المشروع طموح كبير جدا نظرا للمشاكل التي تعرف العمرانية التي تعرفها جامعة سيد الطيبي. جاء هذا المشروع طبعا لتوفير إطار عيش للساكنة، هاد يروم يعني تزويد هاد المنطقة ببنية تحتية، صالح شرب، كهرباء، تطهير، إنارة عمومية، وكذلك شبكة ديال الطرقات، بالإضافة إلى إحداث واحد المجموعة ديال المرافق. هذا المشروع هذا يعني نعول عليه كثيرا في الدفع أو في رفع يعني نسبة التنمية بجامعة سيد الطيبي. هذا كمشروع هام ضخم فيه واحد المجموعة ديال المتدخلين في الجامعة، فيها السلطات الإقليمية، السلطات المحلية، فيها وزارة السكنة، وكذلك شركة العمران، بالإضافة إلى المكتب الوطني للماء لصالح الشرب، على اعتبار أنه يعني يهدف إلى الحفاظ على ما يسمى الفرشة المائية، وهي فرشة من أغنى الفرشات في المغرب، أنها تزود حوالي 1.5 مليون ديال الساكنة بالماء الصالح للشرب. هذا مشروع ضخم ديال إعادة الهيكلة، الجامعة يعني منخرطة فيه وتحاول أن يعني أن تدفع به إلى الأمام. بالإضافة إلى هذا كاين هناك عدة مشاريع يعني لي مويان بروبر ديال الجامعة، بالوسائل الخاصة ديال الجامعة، مثلا مشروع قريب جدا
أعلن في هذه الأيام الماضية على طلب عروض الخاص به والذي يقارب 10 مليون ديال الدرهم، وواحد مركب ديال الصناعة التقليدية يندرج في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة لإقليم قنيطرة ومجاورها. هذا فيه 3 المشاريع، 10 مليون درهم كتقسم على 3 ديال المشاريع وكلها تهم صناعة تقليدية. بالإضافة إلى هذا كاين واحد المجموعة ديال المشاريع الأخرى تهم كهرباء، كذلك يعني صالح الشرب، النهوض، المنشآت يعني الرياضية والتربوية بالمنطقة. وبالإضافة إلى هذا كاين هناك مشاريع أخرى تقوم بها القطاعات الحكومية يعني على مستوى الجامعة، مثل الطريق دي دوبلومو، يعني تسمية الطريق الوطنية الذي تلاحظون الأشغال يعني بدأت منذ مدة. هذا طريق مهم مهيكل لأنه سيساهم لا محالة في تحسين حركة السير يعني في قلب جامعة سيد الطيبي، قلب مركز سيد الطيبي. وهذا المشروع هذا كتساهم فيه وزارة إلى جانب وزارة التجهيز، كاين جهة الرباط سهلة القنيطرة، وكذلك جامعة القنيطرة والمجلس الإقليمي. إضافة لجامعة سيد الطيبي ليس تدخل في جانب من تعويض يعني البنايات المتواجدة على محرم الطريق الوطني. بالإضافة إلى هذا هناك مشاريع تهم كذلك الطرق القروية، مثلا دوار صداغ، دوار قروي يعني محروم من يعني المسالك القروية. تم الإعلان عن صفقة وقريبا ستبدأ الشركة في الأشغال. كذلك دوار كهرباء ما يسمى دوار حقوش، تم تعيين المقاولة وقريبا كذلك ستبدأ الأشغال وما لن تتعدى يعني 15 يوما القادمة. بالإضافة إلى هذا هناك مشروع ديال كهرباء ما يسمى بدوار الدندون، منطقة الدندون، كذلك تمت يعني تخصيص مبالغ مهمة من أجل كهرباء هذه الدوار. تمت المصادقة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على تخصيص 61 مليون ديال 60 مليون ديال السنتيم لكهرباء هذه الدوار. هذه مشاريع كلها حينما أتحدث عن هذه المشاريع فهي مشاريع قريبة جدا ستبدأ في التنفيذ وليس في الدراسة أو في تجميع الأموال. الأموال موجودة، الدراسات كاينة، لي زابيل دوفر ديجا لونسي، وتعينت المقاولات يعني قريبا ستبدا الاشغال. وبالاضافه الى هذا هناك طموحات اخرى من يعني في يعني في كل لحظه يعني نخطط لمشاريع جديده. مثلا نحن الان على مشاريع تحيين وضع مخطط تهيئه الجامعه بكاملها. قريبا ان شاء الله سنبدا في مناقشه مخطط تهيئه بكامل، تصميم تهيئة طبعا نرى من خلاله وضع تصور جديد لكيف ستكون المدينة يعني في هذه 10 سنوات القادمة إن شاء الله. طبعا هذا بشراكة مع الوكالة الحضرية وكافة المتدخلين في الموضوع. دورة أكتوبر الماضية يعني قمنا بتقديم حصيلة المجلس بمناسبة مرور 3 سنوات نصف الولاية على انتدابات المجلس، وأثناءها قدمنا يعني حصيلة عمل المجلس يعني في مختلف يعني في القطاعات، سواء القطاعات يعني الحيوية مثل الكهرباء، الماء، صالح الشرب، إعادة الهيكلة، وكذلك قدمنا يعني ما يهم إعادة الهيكلة وشنو الخطوات التي قطعناها، الإنجازات التي تحققت، وكذلك ما الإكراهات التي تواجهنا. قدمنا كذلك مختلف اتفاقيات شراكة التي عقدناها مع مختلف يعني الوزارات أو مصالح خارجية، ودرجة يعني التنفيذ ديالها يعني مآلها من التنفيذ. الحمد لله الحصيلة الآن حصيلة مشرفة، حصيلة جيدة رغم الصعوبات التي تعرفها يعني أو تواجه جامعة سيد الطيبي بالنظر للحجم السكاني الكبير الذي يتضاعف يوما بعد يوم، وكذلك
بالنظر لقلة الإمكانيات المتوفرة لدى الجامعة. الجامعة فيها حوالي 70,000 نسمة، في حين أن الميزانية بقيت ثابتة لمدة طويلة، ما كتعداش واحد بين 16 حتى 20 مليون ديال الدرهم، في حين أن الساكنة تضاعفت حسب متوالية هندسية وليس متوالية حسابية كما يعني تزداد يعني الميزانية الجامعة. طبعا نحن واعون بالصعوبات التي تواجه الجامعة، وسنرفع التحدي إن شاء الله من أجل مواجهة وتخطي هذه الصعوبات. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.